جود مورنينج يا شباب، النهارده هنعمل ريفيو سريع على ماده الكالتشر. اول حاجه ناخدها تعريف الكالتشر. It is the learned patterns of perception, values and behavior shared by a group of people that are dynamic and heterogeneous. يعني ايه ده؟ يعني احنا بنتعلم انماط معينه او الانماط المتعلمه من ايه بس؟ من perception، من الادراكات والمفاهيم يعني. values القيم والbehavior والسلوك shared by a group of people ويشترك بينهم، هي ثقافتهم. يعني ايه ثقافتهم؟ يعني هما الحاجات دي perceptions بتاعهم مشترك والvalues بتاعتهم مشتركه والbehavior بتاعتهم مشتركه، ماشي؟ فهم shared by a group of people that they are dynamic، يعني في حاله نشاط وحركه، and heterogeneous يعني متنوعين، يعني الافراد نفسهم متنوعين في شخصياتهم، تمام؟ يبقى it is a learned patterns of perception, values and behavior shared by a group of people that they are dynamic and heterogeneous. It encompasses the study of manners, language, dress, arts, religion, food, rituals, customs and tradition. يعني بتشمل ايه هي الكالتشر؟ برضو الدراسة بتاعت المانرز، السلوك، language, dresses, arts, religion, food, ritual, customs and tradition. اوكي، هناخد بقى تعريف تاني اللي هو civilization، الحضارة. It is the material أو concrete subject of culture. يعني ده يعني زي ما احنا بنقول الكالتشر هو فكر، فايه بقى الحاجة المادية أو ايه تطبيقك للفكر ده؟ لحضارتك. It's a material أو concrete subject of culture. زي ايه مثلا اللي هنا التطبيق بتاع الكالتشر اللي هو التمبل، تمبلز المعابد، التومب المقابر، دي كلها تطبيقات، بيراميدز مثلا، دي كلها تطبيقات عملية اللي تورينا مدى الإدراك والقيم والسلوك اللي كان عليه القدماء المصريين مثلا، تمام؟ ده اللي هو يبقى الحضارة هي تطبيق للثقافة، مش يعني أنا عندي فكرة بطبقها إزاي، هي دي عندي فكر متطور، عندي فكر. طب أنا عرفت التقدم والتطور إزاي اللي كان في القدماء المصريين؟ من خلال حضارتهم، الأشياء اللي عملوها، الملموسات اللي هم عملوها، تمام؟ هناخد بعد كده الفلسفي، الفلسفة. It is a Greek word which means love of wisdom. Philo يعني love وصوفي يعني wisdom، يبقى philosophy يعني love of wisdom. والكلمة طبعا أصلها Greek. في كذا definition، هما 6 definitions أو يعني 6 characteristics للفلسفة، ماشي؟ ممكن تقول عليها إيه؟ It is a study that seeks to understand the mysterious of existence and reality. هي الدراسة التي تسعى لفهم ايه؟ mysterious of existence يعني الغموض بتاع الوجود يعني، والرياليتي تحاول تعرف برضو حقيقة الأشياء. يبقى الفلسفة أو الفلسفي it is a study that seeks to understand the mysterious of existence and reality. Or it is a study of the history of thoughts and knowledge and how to get knowledge and apply it correctly. يعني وهي برضو كمان مش هنقول or، هنقول ممكن نقول and كمان. It is a study of the history of thought، تاريخ الفكر، يعني الأفكار مرت بإيه. فلسفة بقى يعني بتشوف فيها إيه الأفكار بتاعت الفلاسفة مرت بإيه على مدار العصور، والknowledge والمعرفة، أفكار المعرفة مرت إزاي، and how to get knowledge وإزاي إنك تسم المعرفة and apply it correctly. يبقى نقول التعريف الأولاني تاني. It is a study that seeks to، هي الدراسة التي تسعى إلى، understand the mysterious existence and reality. And it is a study of the history of thoughts and knowledge and how to get knowledge and apply it correctly. ماشي، هنقول بقى characteristics اللي بتميز الفلسفي، أو دي ممكن تتذكر في الديفينيشنز برضو معاها. It tries to، بتحاول إيه الفلسفة دي بتعمل؟ بتحاول to، بتحاول إن to discover the nature of the truth، تكتشف طبيعة الحقيقة، مش ده بقى أفكار فلسفية شوية فعميقة. It tries to discover the nature of the truth and the knowledge، يبقى تحاول تكتشف إيه؟ طبيعة المعرفة وطبيعة الحقيقة. And to find what is important in life، وتحاول تكتشف إيه هو المهم في الحياة. يبقى it tries to discover the nature of the truth and knowledge، دي أهم حاجة. And to find what is important in life. تاني حاجة من الفلسفة بتعملها، it examines the relationship between humanity and nature. بتشوف أو بتختبر يعني the relationship between الهيومانيتي الإنسانية والطبيعة، and the relationship between individual and society. ما هي حتى في حاجة اسمها فلسفة اجتماعية، فهي اللي بتدرس العلاقة ما بين ال individual وال society، ماشي؟ يبقى it is examine the relationship between humanity and nature and between the individual and society. It rises out of،
يعني بتنبع من الفلسفة، بتنبع من فوندر التساؤل، curiosity الفضول، and the desire of know and understand والرغبة في المعرفة والفهم. It derives out of curiosity, wondering, and the desire of know and understand. تمام؟ It is a form of inquiry. هي عبارة عن شكل من أشكال التساؤلات. Form of inquiry and a process وعملية of analysis, criticism تحليل، النقد، interpretation التفسير، and speculations التكهنات أو الجسز التخمينات. يبقى نقول ريفيو سريع كده على تعريفات الفلسفة والكاركترستيكس بتاعها. يبقى it is a Greek word which means love of wisdom. It is a study that seeks to understanding the mysterious of existence and reality, or it is a study that, of the history of thought and knowledge and how to get knowledge and apply it correctly. It characterized by its tries to discover the nature of truth and knowledge. It examines the relationship between humanity and nature and the individual and society. It rises out of wondering, curiosity, and the desire of knowledge and understanding. It is a form of inquiry and a process of analysis, criticism, interpretations, and speculation. هناخد حاجة تاني في الفلسفي. The term philosophy can't be defined precisely. ما تقدرش تحط تعريف دقيق للفلسفة أو لمصطلح الفلسفة. ليه؟ As the subject is so complex and so controversial. يعني مادة الفلسفة نفسها so complex and so controversial ومثيرة للجدال. And different philosophers have different views of the nature and the method and the range of philosophy itself, as the wisdom is the active use of intellectual. As the wisdom is the active use of intelligence. يعني ايه الكلام ده؟ نقولنا احنا ليه مش هنعرف نحط تعريف موحد او precisely تعريف دقيق للفلسفة؟ عشان الفلسفة نفسها is a subject of complex and controversial ومثيرة للجدال. The different philosophers have different views about the nature and method and range of الفلسفة. عندهم رؤى كثيرة، فلاسفة مختلفين عندهم رؤى كثيرة لإيه؟ لطبيعة الفلسفة، لطرق الفلسفة ومدى الفلسفة. يبقى the different philosophers have different views of nature, range, methods of philosophy. ليه بقى؟ as the wisdom الحكمة is the active use of intelligence. الحكمة هي الاستخدام الفعال للذكاء والعقل. تمام؟ تاني حاجة هنقولها في الفلسفة في philosophical inquiries التساؤلات الفلسفية can be made in any subject. ليه التساؤلات الفلسفية أو ليه في كل حاجة ممكن نعمل فلسفة؟ ليه في أي موضوع ممكن أطلع له فلسفة؟ ليه؟ because philosophy deals with everything in the world and all the knowledge. يعني الفلسفة نفسها deals with all the things of the world، كل الأشياء اللي في العالم، and all the knowledge وكل المعارف. طب give reason تاني. The philosophy has enormous influence in our life. As the person study philosophers thought to discover why they thought as they did and what values they reached which we can apply it in our life. عشان إنسان ليه أهمية الفلسفة حياتنا؟ عشان الإنسان studies the philosophers the thoughts of the philosophers تفكير الفلاسفة. ماشي؟ to discover ليه بيدرس تفكيرهم، يعني to discover why they thought like that and what values they reached we can apply it in our life. وإيه القيم يعني تفكيركم ده وصلكم لإيه، يعني اللي إحنا إيه القيم اللي أنتوا وصلتوا لها وإحنا نقدر إيه نطبقها في حياتنا. تاني حاجة إن اللانجوج نفسها اللي إحنا بنتكلمها classification derived from philosophy. إن اللانجوج اللي إحنا بنتكلمها دي بتستخدم تصنيفات جاية من فكر فلسفي. يعني حتى اللغة اللي إحنا بنتكلمها دي بتستخدم تصنيفات جاية من إيه؟ philosophy من الفلسفة. إزاي؟ the classification of the verb and noun involves the philosophical idea that is there is a difference between things and actions. يعني اللي فكرة النون والفيرب ده في الفلسفة بيعكس ايه؟ ان في الفلسفيكال ايديا الفكرة الفلسفية اللي بتقول ايه؟ ان في فرق بين الشيء والفعل. عشان كده في حاجة اسمها النون والفيرب. دي اللغة طبقت يعني في فلسفة بتقولك there is a difference between things and actions، وطبقتها اللغة ازاي؟ ان عملت حاجة classification into noun and verbs. ماشي؟ تاني حاجة all the values and skill we taught by the educational system of the society
كل الفاليوز والسكيلز اللي احنا بنتعلمها من خلال المؤسسات التعليميه في المجتمع ريفلكت سوسايتيز فيلوسوفيكال ايديا، بتعكس طبعا فلسفه المجتمع. يعني لما المناهج التعليميه بتوصل لنا فلسفه معينه عن حاجات معينه، ده بيعكس ايه؟ فلسفه الدوله. فعشان كده يعني بيقول لك حتى المناهج التعليميه اللي احنا بندرسها والسكيلز والفاليوز والقيم والصفات اللي احنا بندرسها في المؤسسات التعليميه بتاعه الدوله بتعكس فكر فلسفي للدوله. يبقى ده اهميتها. يبقى احنا بندرس الفلسفه ليه؟ عشان الانسان نفسه بيدرس الفلاسفه اللي قبل كده عشان يكتشف ليه فكروا بالطريقه دي والقيم اللي وصلوا لها من خلال تفكيرهم وبتفيدنا في حياتنا. ان اللغه نفسها بتطبق النظام الفلسفي فيها ازاي؟ ان اللغه في الفكر الفلسفي بتاع التفريق ما بين الشيء ثينج والاكشن والشيء والفعل هو نفسه اللي خلى في اللغه فرق ما بين النون والفيرب. تالت حاجه والفاليوز والسكيلز ان احنا بنتعلمها في السوسايتي بتعمل ريفليكشن للسوشيال فيلوسوفيكال ايديا، بتعمل انعكاس لفكر فلسفي اجتماعي. So the philosophical difference in the same society may lead to overthrow the government and drastic change in laws and transformation of system of economical system. وبيقول لك ان الفكر الفلسفي ده اللي متغير، ان حتى الافكار الفلسفيه المتغيره او المختلفه في المجتمع الواحد، يعني لما يبقى مجتمع واحد عنده افكار فلسفيه مختلفه، ده بيؤدي لثلاث حاجات: overthrow of the government، الاطاحه بالحكومه، drastic change in laws، تغيير جذري في القانون، and transformation of economical system، وتغيير او تحويل في النظام الاقتصادي. دي اهميه انا عايز اقول لك يعني الافكار الفلسفيه ممكن تعمل ايه؟ ممكن تطيح برئيس، ممكن تعمل تغيير جذري في القوانين، ممكن تعمل تحول اقتصادي قوي. ده الفكر الفلسفي. فعشان ليه كده الفلسفه في حياتنا؟ ده التاثير الفلسفه في حياتنا. ماشي. تاني حاجه هنتكلم شويه عن the first known western philosophers، اول فلاسفه في الغرب اتعرفوا، dated back، يرجعوا لتاريخ to the early 500 BC، 500 سنة قبل الميلاد، in ancient Greek world، في العالم اليوناني القديم. As in the past people relied on magic and superstitions. زمان قبل الوقت ده كانت الناس بتعتمد على ايه؟ الماجيك والسوبرستيشنز، السحر والايه والحاجات الخارقة للطبيعة يعني. But Greek philosophers considered those source of knowledge، يعتبروا ان مصادر المعرفه دي اللي هي عباره عن الماجيك والسوبر ستيشنز مالهم بقى؟ unreliable، غير جديرين بالثقه. unreliable. ماشي. philosophy has also a long history in some non western cultures. الفلسفه ليها طبعا تاريخ تاني في بلاد او ثقافات غير غربيه، مثل مين؟ as China and India. But there wasn't any interchanges between these cultures and Western cultures due to the difficulty to travel and communication. So Western philosophy developed independently، مستقلة. كده احنا خلصنا الفلسفة بتعريفاتها بالgive reasons اللي عليها بالمقدمة بتاعتها. في البارت الجاي هناخد branches of philosophy.